نحكي عن قصص المقاومة اللي نحن مفروض نزرعها بأطفالنا. نحن جيل كبرنا على القضية الفلسطينية، كبرنا على أنه هي حق وواجب وحق مشروع لنا لكل العرب مو بس للفلسطينيين. اليوم الأدب والثقافة هنن لهم دور مهم ومهم جدا بإنشاء هذا الطفل ومحاكاة عقل الطفل لإدراك شو يعني مقاومة، شو يعني قضية فلسطينية. اليوم ليش كل هذا التصعيد عم بصير على جميع الجبهات، إن كان الفلسطينية إن كان اللبنانية، وحتى عم نشهدها حاليا في سوريا. هذا الطفل حقه أنه يكبر ويعرف أنه هو بيحمل مسؤولية قضية مقاومة مفروض يحملها بعمر جدا مبكر. يا هايدي، أكيد دايرة شو مثل ما ذكرت، اليوم نتيجة الأوضاع الصعبة اللي عم بمر فيها اليوم إن كان أهلنا بغزة أو لبنان، يمكن تساؤلات كتير كبيرة من الأطفال، يا ترى شو عم بيصير. فاليوم أدب المقاومة الموجه يمكن للأطفال بيجاوب على استفسارات هي الأطفال بطريقة مبسطة. رح نعرف أكثر تفاصيل من ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الأستوديو، الدكتورة نجلاء الخضراء الباحثة في التراث. صباح الخير. صباح أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. دائما يعني بتربطي الفقر اللي عم تحكيها بزي بلفت نظر المشاهد، يعني زي فلسطيني نحن عم نشوف اليوم. أهلا وسهلا فيك دكتورة. اليوم وقت عم نحكي عن المقاومة عم نحكي عن قضية جدا مهمة، كبرنا عليها تعلقنا فيها وصارت هي واجب كل شخص فينا، ولكن اليوم عند الطفل نحن كيف قادرين نحاكي عقول الأطفال لإنشاء هذا الأدب؟ هذا الأدب انتقل عن طريق يعني موجود من التراث العربي منذ القدم، منتقل عن على الأجيال عن طريق الأجداد، عن طريق الآباء، عن طريق المدرس نقله بموعظة، بقصة قبل النوم، بتركة تركة مصحوبة بمفتاح البيت أو مصحوبة بمسكوك لملكية البيت أو أرض. أيضا انتقل عن طريق القصة الرواية والشعر والمسرحيات، كل هذا انتقل للأطفال. تحدث هذا الأدب للطفل عن التراث الشعبي، تحدثوا عن العادات، عن التقاليد، تحدثوا عن الأبطال، عن الأنبياء، عن سير الأنبياء، عن سير الأبطال، تحدثوا أيضا عن أدب المعارك. تحدث هذا الأدب عن أدب المعارك، نعرف إحنا السيرة النبوية، الغزوات، الفتوحات، السيرة الهلالية أيضا، عن ترى صلاح الدين الأيوبي وفتوحاته وتوحيده للبلاد. كل هذا تحدث التراث العربي، قصص مليئة قصصنا التاريخي عن تاريخنا. نستطيع من خلال هاي الأشياء اللي ذكرتها ننقل فكرة المقاومة، ننقل فكرة حب الأرض للطفل، ننقل له فكرة التضحية، عظيم التضحية من أجل الوطن، ننقل له فكرة الشهادة قديش هي قيمة، قديش الشهيد يبقى حيا في بيوتنا، في مجتمعاتنا، لا يشيخ ولا يهرم. هذه الأفكار التي علينا أن ننقلها للطفل حتى يتمكن من حمل مسؤوليته في المستقبل. نعم. أكيد دكتورة نجلاء، خلينا نحكي اليوم قد ايه مهم أدب المقاومة اليوم للأطفال حتى يوعيهم أكثر، يكون عندهم ثقافة أكثر، شو عم بيصير يمكن بوطنهم أو شو عم بيصير بالعالم الخارجي، قد ايه مهم وجود هذا الأدب؟ هذا الأدب مثل ما قلنا هو بيعطي شخصية للطفل، بقوي شخصيته، بيعطي ثقته بنفسه. هذا الأدب بيحمل بيعطي توسيع لمداركه، بيعطي قيم للقيم الأخلاقية، القيم التضحية، قيم الحب الوطن، ايضا بيوسع له مداركه، بجسد له المثل الاعلى بالشخصيات، القصص بالشخصيات، البطولات اللي عم يتقدمها ابطال هاي القصص وابطال هذه المسرحيات. ايضا بيعطي لغته، بيقوي له لغته، بيعطي مفردات اكثر، بيعطي قوه للتعبير، بيعطي طلاقه في الحوار والحديث.
بيعطيه معلومات عامة عن الحياة، عن الدين، عن التاريخ، الجغرافيا، حتى عن الصناعة، عن الزراعة. كل هذه المعلومات يجدها الطفل داخل صفحات الأدب. يعني خلينا نقول دكتورة نجلاء أنه الأدب خدم الطفل بهدول المعاني، عرفهم شو يعني مقاومة، شو يعني قضية إن كان فلسطيني أو قضية حق خاص. قديش شدنا عمليات فدائية لأطفال ضمن غزة؟ يعني هذا كان منشأه القصص المقاومة، قصص الأبطال، قصص الشهداء يلي مرقوا عبر التاريخ ودائما نحن بنستذكرهم. يعني واليوم لحاله مفتاح العودة الموجود بكل بيت فلسطيني هو حلم لهذا الطفل. وقت نقول أدب ونحكي عن أدب المقاومة في نشأة له، كيف نشأ هذا الأدب؟ خلينا هيك نرجع معك شوي، وهو نشأ بعد النكبة وكيف تم استخدامه؟ أدب المقاومة مثل ما تفضلتي نشأ بعد النكبة من خلال الشعراء والأدباء اللي عاصروا النكبة، اللي شاهدوا مشاهد الدمار، حاولوا يوثقوا ويكتبوا عن هذه المشاهد، عن مشاعر التهجير، عن مشاعر الحنين إلى الوطن. طبعا هذا الأدب ما لقى انتشار لعدة أسباب، منها وأهم سبب من هذه الأسباب القرصنة الصهيونية، لما حاول العدو الصهيوني التغبيش وتغطية هذا الأدب. بالمقابل عمل على نشر ما يسمى بالأدب الصهيوني اللي كان هدفه التشويش على الحق الفلسطيني، محو الذاكرة الفلسطينية، يعني تأكيد على حق مزيف. طيب هون ما كان في دور للأدباء العرب للتوثيق والعمل أكثر على توثيق هاي الفكر؟ تماما، تصدقوا كانوا منتبهين الأدباء والشعراء منهم في محاولة قرصنة. نعم، سميح القاسم وغسان كنفاني كانوا منتبهين لهذه الهجمة وحاولوا التصدي لها بكتابة وتوثيق هذا الأدب عن طريق الشعر، عن طريق القصة، عن طريق الرواية. وكان غسان كنفاني أول من وضع هذا المصطلح وأطلقوا على اسم كتاب جمع فيه كل هذه الأدبيات، أدب المقاومة. نعم، جمع فيه هذه الأدبيات. تحدث هذا الكتاب عن الفترة بين 48 وحتى 66 بشكل كامل بمختلف النصوص الأدبية اللي كانت موجودة. اليوم الأدب هذا اللي عم يتوجه للأطفال قد ايه ممكن هو عم بيراعي فروقات فردية، عم بيراعي مستويات عند الأطفال؟ فبالتالي اليوم شو هي إذا بدنا نقول مقومات الكتابة للطفل وعوامل الخصوصية الموجودة فيه؟ الكتابة للطفل لازم تكون مفردات بسيطة، جمل قصيرة، حوار سهل وبسيط، أيضا سهولة في الفكرة، في الحبكة، في أسلوب العرض، اللغة الواضحة، اللغة الصحيحة. أيضا الطفل يحب الجنوح إلى الخيال، الابتعاد عن التجريد. ممكن استخدام الأساليب اللي بالإضافة للأساليب البسيطة، أسلوب المفاجأة، الدهشة. نستخدم أسلوب الحوار والأسئلة والمبني للمجهول، ثم العودة إلى الأسلوب البسيط اللي بيجعل الطفل يستمر في القراءة وتوصل الفكرة بشكل صحيح إلى ذهنيات الطفل. طيب دكتورة نجلاء، اليوم نحن عم نشهد تصعيد جدا ظالم جدا لإنسان، إن كان على المدنيين، على البناء التحتية، إن كان بالضاحية في بيروت، في لبنان، في فلسطين وسوريا، أيضا كمان في هجمات صهيونية لا شرعية عم تصير. هذا الطفل اليوم عم بيشوف يعني، ولكن هو غير مدرك لكل شيء عم بيصير، وخاصة نحن عم نحكي عن فروقات بالأعمار. اليوم في أسلوب بالتوجيه، في أسلوب لحتى أنا أشرح لطفلي شو عم بيصير، شو يعني صهيونية، شو يعني اعتداءات لا شرعية. اليوم منشوف أطفال أو منشوف مقاطع على النت أو على مواقع التواصل الاجتماعي، على الإعلام، يعني
يعني أنا بتعلق بذاكرتي قول لأم شهيد، قالت نحن بندفن شهدائنا من هون وبنرجع الجبهة من هون. هذا الطفل اللي عم يسمع هاي العبارة هو غير مدرك شو معناتها هاي العبارة، شو هي أهم الأساليب لأنا قادرة أوضح لأبني شو يعني مقاومة، كيف هو يتخذها كقضية للمستقبل ضمن حدوده وإدراكاته. الحقيقة الأدب المقاوم، أدب الطفل المقاوم انتبه لهذا الموضوع، كان ينقل فكرة المقاومة بأسلوب متدرج بحيث أنه يقدر يوصل للطفل أنه الدفاع عن الحق عليك أو علينا أن نبذل أكبر التضحيات من أجل الوطن أو من أجل استعادة الحق. أيضا تحدث عن هذه التضحية أو الشهادة بأسلوب ناعم، بأسلوب خالد، بأسلوب شامخ، بعيدا عن فكرة الفقدان، بعيدا عن فكرة الحزن اللي بتسببه هاي فكرة الشهادة. أيضا حاول دائما أدب الطفل المقاوم يقدم فكرة النجاة على فكرة التضحية أو الشهادة. تلاعب هذا الأدب في مشاهد الدمار، اللون الدم، مشاهد الحرب، وحتى لا يدخل الطفل في بهذه الأزمات النفسية ويصبح الطفل بحاجة لطبيب نفسي ليخرج من هذه الأزمات. لهذا السبب علينا أن يعني في أساليب كتير فينا نحكي مع عن طريق الطفل القصة فيها. نعم. مثلاً نحن ممكن نرجع لـ 48 عن طريق قصة صغيرة نوصل لهم أنه بهذا العام تماماً هيك نحكي له على الحضارات التي قامت على بلدنا، عن اللي يعتز بهذا بانتمائه بوطنه، نتحدث له عن مغامرات الأجداد، حكاية الأجداد، نتحدث له عن حقوقه، حق العيش بسلام، حق اللعب، حق العيش ضمن أسرة، عن الأسير والحق الذي افتقده هذا الأسير. صحيح. نتحدث له عن طفل الحجارة الذي قلب الحجر هذا إلى رمز بين يدي. صحيح. عن الأمهات، عن حنظلة، نعم، عن حنظلة، عن الأطفال وهذا الطفل البطل بالرغم من كل المعاناة وكل الخوف الذي يواجهه، عن الأم التي احتضنت أولادها ودافعت عنهم بجسدها وبروحها وهي تعمل معظمون، وهذه التضحية واحدة تكفي يعني لما الأم تقدم طفلة أو ابنة شهيد بهذه الأسلوب بهذه الطريقة. نزرع فيه قيم القوة، قيم التضحية، قيم القيم الأخلاقية الجميلة. بهذه الأساليب نستثير في المشاعر النبيلة لديه، نحمله مشاعر الخوف. نعم. نحمله المسؤولية اللي هو لازم يشعر فيها كطفل. قدام شوف هايدي أطفال يعني وخاصة بغزة يعني بعمر كتير صغير، تستغربي بأنه بيقول لك الشهادة. تمام. يعني هو حلمه موجود. صحيح. صحيح. بالرغم من أنه شاف والده، شاف عمه، شاف خاله، وكبرت هاي الفكرة، كبرت بعينه ولم تخيفه ولم تخلق الخوف في نفسه. تمام. يعني مهم كتير اليوم وجود هيدا الأدب بحياة هدول الأطفال وخصوصا بالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها اليوم. خلينا نحكي، ذكرتي تفاصيل كتير ممكن كانت موجودة داخل هيدا الأدب، وذكرتي أنه البعض منا ما عم يصور المشاهد العنيفة للأطفال كرمال يربوا بشكل نفسي وسوي. ممكن يكون في تأثيرات نفسية سلبية من خلال هيدا الأدب على الطفل، أما لا هي فقط أفكار إيجابية عم تنزرع داخل عقول هاي الأطفال؟ الحقيقة في قول بيقول دائما يعني أبعدوا الأطفال عن هذه المشاهد، أتركوهم يعيشوا حياتهم، يعيشوا براءتهم، يعيشوا طفولتهم. الطفل عايش بهذه ضمن هذه الحياة. برأيي نبعده أو يعني نخليه يعيش طفولته وبراءته، أنا برأيي هذا تغريب للطفل. الطفل حاسس، شايف، يشاهد النشرات الإخبارية، يسمع الأحاديث الكبار، يسمع تنهيدات الجدات، يرى دموع الأمهات وهي تشاهد هذه المظاهر. فلا نص يعني أننا نبعده عن هذه المشاهد أو هذه، هو قدره أنه يعيش في وطن مكلوم،
عليه أن يحمل، علينا أن نساعده على حمل المسؤولية، على حمل الرسالة، حتى يكون قادر على مواجهة هذا العدو وتحرير وطنه عندما يكبر. هاي مسؤوليتنا، وهذا ما يقوم به الأدب المقاوم، أدب الطفل المقاوم بالنسبة للطفل. طيب دكتور، اليوم هذا الأدب المقاوم، يعني وقت من نحكي بتفاصيله بنلاقي أنه هو في حدود كتير له، تم تقييده يعني. أول شيء أنت بتوافقي على هذا التقييد؟ هل لازم يكون هو بدون سقف، يعني يكون يذكر كل شيء؟ أدب الطفل ذكرنا أنه اللي بيكتب يعني الأديب هو بيكون جدا حريص، وهو ينقل هذه الأفكار وهذه الصور إلى الطفل، فهو دائما مقيد بأساليب التربية، مقيد بتربية الأسرة، بوصاية الخبراء، مقيد حتى بسياسة النشر ودور النشر اللي بهم التسويق لكتبها ولا منشوراتها. لهذا السبب هو أدب مظلوم جدا، لم يلاقي يعني لم يلاقي هذا الإبداع، لم يلاقي هذا النشر، ما زال في بداياته، ما زال في طبقات المسؤول اليوم عن هذا الظلم. يعني أنتوا اليوم رسالتكم جدا سامية وإنسانية يعني، ونحن بحاجتها يعني. صحيح. بتقولي اليوم أنا أدبي مظلوم، يعني مين بتحمل هي المسؤولية الظلم؟ يعني هل هي دور النشر؟ هل هي الأسقف اللي نحن ما فينا نتجاوزها ببعض القصص اللي ممكن تروى أو تذكر أو يصير إسقاط لها ضمن هي الكتب؟ طالما عنا الأساليب اللي بنقدر نقدم فيها للطفل هذه الأفكار على أي حدا، هي مسؤولية الأم، مسؤولية المدرسة، مسؤوليتنا نحن كباحثين، مسؤولية حتى يعني دور النشر هي مسؤولة عن هذا الشيء، مسؤولية أي شخص فينا، أي شخص تمس موضوع فلسطين، يمس موضوع ما يحدث في لبنان الآن، ما يحدث في الوطن العربي بشكل عام، هو مسؤولية أي شخص. لا أعتقد أن أحد ممكن يتبرأ ويقول أنا أكيد غير مسؤول عن هذا الموضوع. تمام. يعني دكتورة خبرينا عن نشاطاتكم أكثر، كيف عم تكون مع الأطفال؟ بالحقيقة احنا انتهزنا في يعني اخذنا فترة الصيف لنتعامل فيها مع الاطفال، طفل بالشتاء مشغول بالمدارس، مشغول بمذاكراته وامتحاناته، انتهزنا فرصة فترة الصيف. هلا عم بيكون كمان في نشاطات بهي الفترة؟ لا بس بالصيف اشتغلنا عليها، حاليا متوقفين لانه كمان دوام الصبح دوام المساء، يعني صعب بالنسبة للتعامل مع الطفل. ولكن بالصيف قمنا عملنا ورشات رسم للرموز الفلسطينية، تعلم من خلال الطفل معاني هذه الرموز، تعلم أيضا هو من نفسه يرسم رسمات يكون قاصد بها معنى، أو يعني يقصد بها شيء معين. حكينا لهم عن قصص الأطفال، الشهداء الأطفال، ما يحدث في غزة، تعاطفنا مع أطفال غزة. أيضا قمنا بكثير من النشاطات اللي دربناهم على إلقاء الشعر والمسرحيات والدبكة، قمنا بنشاطات مختلفة اللي عن هذه توجنا فيها أعمال هذه الورشات جميعا. واليوم مهمتكم جدا عظيمة، يعني نحن قدام جيل بعيد جدا عن 48، بعيد عن النزوح، بعيد عن المعاناة اللي عاش فيها الشعب الفلسطيني، بعيد اليوم أصلا عن اللي عم بيصير كان على الجبهة اللبنانية أو الجبهة السورية. اليوم هيك بكلمة أخيرة من حضرتك، بس أنا عندي فضول أعرف هدول الرموز أو النقوش اللي على ثيابك هي رموز فلسطينية، لشو بترموز؟ الحقيقة هذا موضوع طويل. الرموز الفلسطينية دائما بمعارضك، أنت مصرة تعرضي الرموز الفلسطينية، ولكن هيك إذا بك هيك كلمتين. نعم، باختصار كلمتين، هذه هوية، مجرد لبسة أنا أعتز بهويتي وأفتخر بها. هويتنا نحن كمان، هي كمان هويتنا نحن. اليوم نحن عم نحكي عن قضية شعب
مصيرية مشترك من طفولتنا، وهي رسالة أيضا بلاد العربة أوطاني. نعم. نحن كبرنا على هاي الكلمة، أنقل رسالة من خلال هذا الثوب أيضا. إن شاء الله رسالتك بتصل وبالنصر لفلسطين وللمقاومة، يعني إن شاء الله هذا التصعيد يكون هو عملية بتر ورجع وإرجاع لحقوق الشعوب المظلومة. شكرا ست دكتورة نجلاء لحضورك لليوم. شكرا لك دكتورة نجلاء، نورتينا بصباحنا غير لليوم. أهلا وسهلا. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.